أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يقول يستدل بها بعضهم أننا لا نستطيع أن نستدل بها على وجوب الصلاة مع الجماعة لأنها سورة مكية والأمر بالصلاة مع الجماعة نزل بعد ذلك، فهل هذا صحيح؟ الصلاة قديمة، ما هي الصلاة مشروعة في حق الأنبياء ومشروعة في جميع الشرائع، لكن تختلف كيفيتها لكل شريعة بحسبها. والصلاة شرعت في مكة يا أخي قبل الهجرة، ليلة المعراج، هذا قبل الهجرة. نعم.